الخير عليكم. اليوم عندي ما نحكي لكم كالعادة والعوائد. اليوم مشيت عند الطبيب خاطر كنت عملت العيارات وقال لي باش تجي لعندي ونشوفو نقولو الريزولتا الى كل شيء راه عندك نورمال. يبا كنت شويه خيفانه خاطر انا شويه في الماكله ما نحاولش نقولو كي تجي في خاطري حاجه يبا نقول موت كاينه وتكون لما واحد يمشي نقولو شبعان. يبا مشيت عند هذاك الطبيب قعدت قال لي الحاجه راهم العيارات ما راهمش ملاح. قلت له علاش يا وليدي ماشي ملاح؟ قلت له انا نحاول كل شيء نميز له ماشي غير الماكله غير هكذاك. ما حبيتش نقول له الصح خاطر خفت منه، خفت نقول له يزعف عليا ولا نقول هو طبيب. قال لي راني شفت ولو شفت هذاك العيار وراه فيك السكر. قلت له قولها وعاود انا ماشي غير السكر حتى العسل كل شيء خارج من لساني ماشي غير السكر. شوف نقولك الله يحفظك يا وليدي، شوف الهضره تاع الصح، الله يبارك في ايامك ويهزم ظلامك ودعوه الخير موراك وقدامك. هادي مليحة، هذا هو العسل تاع الصح ماشي غير السكاكر حتى العسل. قال لي الحاجة راني نهضر لك على العيار اللي راه في الدم وراه في الذات ديالك، السكر ماشي مليح. قلت له علاش يا وليدي انا ما عندي لا سكر لا والو، عمري حتى القهوة قولوا نشربها بلا سكر، بالك نعمل هذاك السكاكر بلا ما نفطر خطر الخطرات راني نتلف، بالك راني نعمل بلا ما نفطر. قال لي خصك تميز هذاك السكر ماشي مليح، بنادم خصو كي يكبر يحاول نقولو يحاول ينقص السكر وينقص الملاح وينقص الزيوت وينقص هاد الصوالح. قلت له يبان لي يا وليدي يبان لي ينقص حتى الهضره واش راك الفم